السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله الهند فري لما بيفصل في التليفون مرة واحدة ما تعرفش ايه المشكلة تلاقي الهند فري مش شغال التليفون مش قريه والتليفون بيكون جديد ما اي حاجه قبل ما تعمل اي حاجه قبل ما تنظف او تغير سماعه او كلام من ده ان شاء الله الخطوات دي نمشي عليها بامر الله تكون كويسه اعمل اعاده تشغيل التليفون يعني افصل التليفون وشغله من تاني تمام وبعد كده لو ما ما اشتغلتش معاك غير السماعه قبل ما تصين قبل ما تعمل اي حاجه هتعمل ريستارت اول حاجه ما اشتغلتش هتغير السماعه ما اشتغلتش معاك بمنديل كده بمنديل كده هو المنظف المكان بتاع بتاع السوكت فالخطوات دي يعني قبل ما تروح تصين اعملها الاول وان شاء الله تشتغل معاك يعني ان اللي هو الـ يعني الفصل المفاجئ ده بيكون هو التليفون هنج او حاجه عايز تعمل له ريستارت في التليفون وشغله تاني وبفضل الله تم كده الموضوع ويا الله يبارك لك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل اعجاب على الفيديو اللي عجبك وفي رابط قناه تانية هنسيبها لك في الوصف ان شاء الله تعجبك خاصه بدهان العربيات لو موضوع البولش والكومباون والحاجات دي تهمك وعندك عربيه وعايز تعرف اساسيات فيها والرش والكلام ده في رابط هتلاقيه عندك في الوصف تشترك الله يبارك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته